سبب وفاة مصطفى حفناوي او سبب جلطة المخ اللي بتحصل لكتير من الشباب، بيحس بشوية وجع في بطنه او شوية مغص او شوية وجع في جنبه او تنميل في كتفه، فياخد حباية مسكن ويخش ينام، ونتفاجئ ان شباب كتير بتموت بسبب جلطة المخ دي، ويفتكرها مجرد وجع وياخد مسكن ويخش ينام، وللأسف بتكون جلطة. طيب ازاي اعرف ان انا اللي قدامي عنده جلطة، او ازاي اعرف ان انا نفسي اللي عندي جلطة، وايه هي اعراض الجلطة دي يا دكتور، وهل شوية وجع في البطن دول ممكن يكونوا شوية وجع عاديين، او شوية وجع في جنبي ممكن يكونوا شوية وجع عاديين، ولا ممكن تكون جلطة انا مش حاسس بيها؟ طيب مبدئيا كده في الكلية كنا بنتعلم ازاي تعرف اللي قدامك عنده جلطة، او ازاي تعرف انت نفسك ان انت عندك جلطة. كان كلمة كده بالانجليزي بنترجمها لمعنى، كان كلمة فاست، كلمة فاست بالانجليزي دي بتدل ان اللي قدامك عنده جلطة. طيب فاست يعني ايه يا دكتور؟ اف اول حرف من كلمة فاست، اف اللي هو الفيس، الوجه بتاعه، هتحس ان وشه مسقط، او وشه منمل، او وشه جزء مش مظبوط، جزء مايل كده، فهتبدأ انت تطلب من اللي قدامك، الشخص اللي قدامك يعض على لسانه. طيب اول ما يعض على لسانه هتحس ان وشه حته مايله وحته عاليه، وشه معوج سنه، معوج اول حاجه من الاعراض الجلطه، واهم حاجه هي الوش، فيس. كلمه فاست اول حرف منها الاف اللي هي فيس، الوجه بتاعه، هتلاقي وشه معوج، يبقى دي اول حاجه تعرف من اللي قدامك عنده جلطه ولا لا. تاني حاجه تعرف من اللي قدامك عنده جلطه ولا لا، من كلمه فاست، قلنا فاست ان تي اللي هتعبر عن اللي قدامك عنده جلطه ولا لا. تاني حرف اللي هو الاي، تاني حرف اللي هو الارم اللي هو الدراعات بتاعته، هتطلب من الشخص ان هو يرفع دراعاته الاثنين لفوق، لو رفع دراع واحد والتاني ما قدرش يرفعه، او ما قدرش يرفع الاثنين، او رفعهم نص نص، او ما قدرش يرفعهم خالص، كده بنسبة 70% عنده جلطة في المخ، او بداية تكوين جلطة في المخ. طيب تالت حاجة هتأكد لإيه؟ السبيك، فاست قلنا تالت حرف الاس، سبيك هتقول له يقول اسمه بالكامل، طبعا اي حد هتقول له قول اسمك هيقوله على طول، مش هيتلقلق او هيتلخبط في نطقان اسمه، فلو الشخص اللي قدامك بدا ينطق اسمه بتهتها او بدا ينسى في اسمه، فتعرف ان هو دي بدايه تكوين جلطه في المخ. يبقى اول حاجه الفيس، الوجه بتاعه تحسه معوج، تاني حاجه الارم، دراعاته، هتطلب يرفع دراعاته الاثنين لفوق، تالت حاجة هتطلب منه يقول اسمه بالكامل، سبيك لو قال اسمه بالكامل او بدأ يتهته، تطلب تسأله على سؤال تاني، خريج جامعة ايه، عندك كام سنة، بدأ يتهته، برضو دي تشك ان هو عنده جلطة. طيب اخر حاجة اللي هو من كلمة فاست حرف التي، طيب الوقت، عامل الوقت مهم جدا، بتفرق بالثانية، لان اول ما بروح المستشفى بيدونه ادوية تدوب الجلطة دي، ففي الاول لو اتلحقت بيبقى الموضوع سهل جدا، لان لو اتأخرت بتقلب بشلل نصفي بحاجات تانية، بيكون مستوى الوعي بيقل، كل حاجة بتقل تدريج لحد ما الشخص للأسف بيتوفى. فقلنا اول حاجة الوش بيبقى معوج، تاني حاجة تطلب يرفع دراعاته الاتنين لفوق، ما قدرش يرفعهم تشك، تالت حاجة تطلب منه ينطق اسمه بالكامل، لو اتلخبط في نطقان اسمه يبقى هو بداية جلطة. طيب الطايم اخر حاجة. طيب في حاجات تانية بتدل ان الشخص اللي قدام عنده جلطة، بيكون في تنميل في الجزء الشمال من الجسم، الوش، دراع، ممكن من عند البطن من تحت، تحس ان هو عنده مغص او وجع في بطنه، شباب كتير بيجي لهم وجع في بطنه ويبدأ ياخد حباية مسكن على انه مجرد مغص عادي، وبيكون بداية تكوين جلطة في المخ، فمش اي مغص في البطن، ويكون برضو معاه تنميل في الجزء الشمال، نبدأ ناخد مسكن ونخش ننام، وللأسف ناس كتير فعلا بتعمل كده وتخش تنام ما تصحاش الصبح، لان بتكون الجلطة اتكونت، والمسكن بيداري على الوجع بتاع الجلطة. يبقى قلنا اي وجع في الجزء الشمال، سواء الوش، الدراع، تنميل في الدراع، وجع في الجنب، مع وجع في البطن، كل دي ممكن تكون من اعراض الجلطة. قلت لكم كلمة فاست هي الدليل على ان الشخص اللي قدامك عنده جلطة او انت عندك جلطة، الاف الاولى من كلمة فاست، الفيس الوجه بتاعه، بعدين الدراع بتاعه تطلب يرفع دراعاته، بعدين تالت حاجة يتخليه يقول اسمه معرفش يقوله، يبقى دي برضو احتمال يكون جلطة. اخر حاجة عامل الوقت، تجري بيه على المستشفى، بيدوا حاجات تدوب الجلطة، بيتلحق في الاول، لو اتأخرت الثانية بتفرق اقسم بالله. عشان كده اي شاب او اي بنت او اي حد سواء صغير او كبير يحس بوجع في بطنه، وجع في الجزء الشمال من جسمه، سواء في الوش او في الدراع او في الجنب الشمال من جسمه او في بطنه، ما يسكتش عليه وياخد حباية مسكن وينام، غلط جدا يا جماعة، بتكون سبب موت ناس كتير جدا. وعلى فكرة موت جلطة المخ دي
يعني كمية ناس كتير جدا بتموت منها، بس يمكن انتوا ما بتاخدوش بالكم. ربنا يرحم مصطفى، واتمنى ان انتوا تشاركوا الفيديو ده عشان الناس تعرف ازاي تتفادى جلطة المخ، وتعرف ايه اعراضها، وازاي تعرف اللي قدامها عنده جلطة ولا لا. شاركوا الفيديو ده في كل جروبات مصر. وانا كنت عامل عملية، بعتذر ان انا ما كنتش بطلع لكم فيديوهات الفترة اللي فاتت، ان شاء الله قريب جدا اطلع لكم فيديوهات. وشكرا، السلام عليكم.